دبي، ملتقى الماضي بالمستقبل، المدينة التي تجمع بين التقاليد العريقة والرؤية المستقبلية الطموحة. الإمارة التي وصل عدد سكانها إلى حوالي 3,380,000 شخص في عام 2020، وتستقبل أكثر من 15 مليون زائر سنوياً. المدينة التي تأسر قلوب زائريها بجمالها تسير بخطى ثابتة لتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة التي تحتاجها من مصادر الطاقة النظيفة. تتمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة على الصعيد العالمي بتغير المناخ مع تزايد ندرة المياه في العالم، وأمن إمدادات الطاقة مع زيادة استخدام التقنيات الإحلالية، وخطر الهجمات السيبرانية. واتخذت دولة الإمارات خطوات مبكرة نحو الاستعداد لوداع آخر قطرة نفط وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة. وتعد دبي من المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسباقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية. التوسع في استخدام الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. موارد المياه العذبة محدودة للغاية في دبي بسبب الطبيعة الجغرافية والمناخية، وللتغلب على النقص في المياه العذبة الصالحة للاستخدام تعتمد دبي تقنيات متطورة لتحلية مياه البحر. وتتميز المياه التي يتم إنتاجها في محطات التحلية بدبي بجودتها العالمية ومطابقتها لمعايير منظمة الصحة العالمية. تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي باستمرار على تطوير مشاريع تحلية المياه من خلال الجمع بين المعرفة والخبرة واستقطاب أفضل الكوادر المتخصصة. وفي عام 2019 استضافت دبي المؤتمر العالمي لتحلية المياه، أكبر وأبرز المؤتمرات العالمية التي تتناول موضوع تحلية المياه، وشارك فيه قادة ومسؤولون وخبراء وأكاديميون، إضافة إلى 2000 مشارك من 60 دولة حول العالم. وعقد المؤتمر بالتزامن مع الدورة 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ويتكس، المنصة العالمية الرائدة للاستدامة، والذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً. الكهرباء والمياه مترابطتان ارتباطاً وثيقاً، إذ تعمل الكهرباء على تشغيل محطات تحلية المياه، ويمكن استخدام المياه لتوليد الكهرباء. تعتمد تحلية المياه بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل على تقطير مياه البحر عن طريق تحويل جزء منها إلى بخار على مراحل متعددة، وتنتج محطات التقطير الومضي متعدد المراحل نحو 26% من المياه المحلاة في العالم. ولكن في دبي يتم الاستغناء عن هذه التقنية لصالح تقنية التناضح العكسي التي تستهلك طاقة أقل بكثير. في عملية التناضح العكسي يتم تنقية المياه باستخدام غشاء خاص يسمح لجزيئات أو أيونات معينة بالانتقال لجهة أخرى من الغشاء، بينما يزيل الأيونات الأخرى والجزيئات الأكبر وغير المرغوب بها من المياه. تقوم هيئة كهرباء مياه دبي بفصل إنتاج الكهرباء عن تحلية المياه للوصول إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة بحلول عام 2030 بمزيج من الطاقة النظيفة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه. تعد المحطة الكهرومائية في حتى الأولى من نوعها في المنطقة، وستعتمد في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتى وسد آخر علوي يجري إنشاؤه في المنطقة الجبلية خارج أوقات ذروة الاستهلاك. تضخ توربينات متطورة تعمل بالطاقة الشمسية المياه من السد السفلي إلى السد العلوي،
في حين يتم عند الحاجة تشغيل هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء بالاستفادة من قوة اندفاع المياه المنحدرة من السد العلوي إلى السد السفلي. في هيئة كهرباء مياه دبي نتبنى استراتيجية متكاملة لإشراك جميع أفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ونعمل على مدار العام لإطلاق مبادرات ومشاريع تهدف إلى تعزيز وعي جميع أفراد المجتمع بأهمية اتباع عادات وسلوكيات الترشيد، بما يدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويسهم في خفض البصمة الكربونية لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. وتسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في جعل دبي واحدة من أذكى مدن العالم وأكثرها تنافسية وتكاملا وترابطا، مع بنية تحتية عالمية للطاقة تتميز بتقنيات متطورة ونظيفة ومستدامة، وذلك عبر توفير حلول مبتكرة للطاقة وتشجيع المتعاملين على استهلاك الطاقة بشكل أكثر استدامة. بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات مهمة في سبيل دعم الجهود العالمية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري كجزء من مسؤولياتها العالمية في مواجهة التغير المناخي، منها توجهات الطاقة النظيفة والمتجددة واستراتيجية تخفيض الانبعاثات الكربونية وإنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وكذلك دعم أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة ودعم التعهدات والالتزامات الوطنية المحددة لدولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى. تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي جاهدة إلى تطوير مصادر الطاقة النظيفة، وإحدى هذه الطرق عبارة عن بناء وتطوير مجمع مذهل للطاقة الشمسية، إنه مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة IPP، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول العام 2030 وباستثمارات تبلغ 50 مليون درهم إماراتي، وعند اكتماله سيخفض المجمع أكثر من 6,500,000 طن من انبعاثات الكربون سنوياً، ويضم المجمع مركزاً للابتكار وآخر للبحوث والتطوير ومنشآت اختبار ومحطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية. يستخدم المجمع مجموعة من تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة لتوفير الطاقة النظيفة للمواطنين والمقيمين في دبي، رغم أن هذه البيئة تبدو المكان المثالي للاستفادة من الطاقة الشمسية، إلا أنها تنطوي على بعض التحديات الفريدة، فالمناخ الجاف يعني وجود كميات كبيرة من الرمال والغبار التي تلتصق بالألواح الشمسية وتقلل من كفاءتها. يشمل الاختبار تركيب حساسات وأجهزة خاصة لقياس حجم الغبار، وتعمل تنقية التنظيف باستخدام الروبوتات على تحسين كفاءة التنظيف وإلغاء الحاجة إلى المياه، ما يسهم في تحقيق وفرات مادية كبيرة. في المناطق الصحراوية يمكن لتنقية التنظيف باستخدام الروبوتات توفير مليارات اللترات من المياه على مدى عمر محطة الطاقة الشمسية، كما يمكنها تحسين إنتاجية محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 30%. يعمل مركز البحوث والتطوير على استحداث تقنيات تحسن أداء الألواح الكهروضوئية بناء على الظروف المناخية للمنطقة، ويقوم مركز اختبارات الطاقة الشمسية بدراسة وتقييم الأداء والاستقرار والموثوقية لأنواع متعددة من الألواح الكهروضوئية باستخدام أكثر الأجهزة تطوراً، فضلاً عن اعتماد أفضل المعايير وتقنيات الاختبار والتحكم والرصد والتقييم وإعداد التقارير. يضم مركز البحوث والتطوير مختبراً مبنياً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويعتبر أول مبنى بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دولة الإمارات العربية المتحدة تتم طباعته بالكامل في الموقع، وأول مختبر في العالم يتم إنشاؤه باستخدام هذه التقنية. هذا هو مركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في نوفمبر 2020. المركز عبارة عن مرفق تعليمي يعرف الزائرين بتاريخ وتطورات الطاقة الشمسية وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة المتوفرة حالياً في السوق، واستراتيجية دبي والهيئة المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة والتطور مستقبلاً. في دبي نسعى دائماً لتحويل التحديات إلى فرص، ومن أهم أولوياتنا ضمان تأمين إمدادات الطاقة والمياه بشكل مستدام عبر تنويع مصادر الطاقة من خلال استراتيجية واضحة وفق أعلى المستويات العالمية.